ثم المصطلح الثاني ألا وهو اللغة العربية التراثية. واللغة العربية التراثية هي تلك اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وجاءت بها السنة النبوية كما نقلت لنا بها الآداب والأشعار والآثار العربية في لغتها الفصيحة، وعلى رأسها المعلقات السبع والمختارات الشعرية والأدبية والحكم والأمثال المودعة في بطون دواوين الأدب. اللغة العربية التراثية هي ذلك النظام اللغوي المحكوم بأصول لغوية، وهذه الأصول اللغوية وذلك السنن اللغوي يتجلى فيما نعرفه جميعا في القواعد النحوية أو القواعد الصرفية أو القواعد الدلالية أو إلى غير ذلك من قواعد التعبير والإيراد. اللغة العربية التراثية لها مستويات أيضا، وهذه المستويات ثلاثة. المستوى الأول اللغة العربية التراثية العميقة، المستوى الثاني اللغة العربية الفصحى، المستوى الثالث اللغة العربية البيضاء. فما الفرق يا ترى بين هذه المستويات؟ المستوى الأول اللغة العربية التراثية الأصلية هو مستوى عميق من هذه اللغة، وأهل هذا المستوى يحرصون كل الحرص على انتقاء المفردات العربية الأصيلة ذات الإيقاع اللفظي والجرس الموسيقي والدلالة القوية. ولعل مدارس الشعر القديم الجاهلي ومدرسة الشعر والإحياء والبعث الكلاسيكي للبارودي وأحمد شوقي تتحلى بمثل هذه الألفاظ وتلك المعطيات اللغوية كما يدرس ذلك طلابنا في مراحل الثانوية العامة والمتخصصون في أقسام اللغة العربية أقسام الآداب على نحو الخصوص. وهذا المستوى التراثي العميق منهم من يغرب فيه، يغرب أن يأتي بالغريب، ولعل له في ذلك تعلة، فهو يقتدي بالعربي في نطقها وفي فصاحتها وفي إيرادها، أو هو يريد أن يتألق وحق له ذلك، أو أن يريد أن يعبر بهذه المدلولات خاصة، فهي مدلولات مستهدفة مرومة مقصودة، فيحترم صاحبها عليها. ولعل هذا المستوى الأعلى في اللغة قليل في الوقت الحاضر نظراً لبعد الشقة فيما بيننا وبين الآداب والفنون والأصول العربية، ونظراً لغلبة الثقافات الأخرى. والسؤال على النحو الآتي، هل هذا المستوى يصلح للغة القانونية؟ نقول المشرع الدستوري العربي في كافة دوله ل22 دولة نصا صريحا على أن اللغة العربية هي لغة الدولة، كما نصت تشريعاته الأخرى وخاصة في قوانين السلطة القضائية على أن لغة المحاكم هي اللغة العربية. وهذا الأمر يستدعي ويفتح المجال لكي تكون صياغة القوانين والتشريعات بأي المستويات، المستوى التراثي العميق أو المستوى الفصيح أو ذلك مستوى اللغة البيضاء، غير أن هذا الانفتاح يقيد بقيود دستورية معينة، وهذه القيود في جملتها تدور حول الدقة والوضوح. ومن آثار هذه اللغة مثلاً على مستوى الأنظمة الإسلامية وعلى مستويات قوانين الأسرة قولنا الاختلاع والخلع والمخالعة، خالعة مخلوع، وأيضاً الولاية، الولاية على المال، الولاية على النفس، الإعضال، التطليق للضرر، وأيضاً النشوز والناشز والمناشزة، وأيضاً الإيلاء والظهار، وتلك المصطلحات الشرعية الأصيلة التي تستمد أبنيتها ودلالاتها من اللغة العربية التراثية. وهذا معقول مقبول، إذ إن هذه الألفاظ وردت في القرآن الكريم وهو في قمة الفصاحة وفي سامق البلاغة كما جاءت بها الأحاديث النبوية الشريفة.